خلونا نستعرض معاكم في البداية أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم جولتنا من القاهرة وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد. تستمر الكثافات المتقطعة لو مشينا طريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، وكمان ظهرت سيولة مرية بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا إلى القلعة، كمان عند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش اللي انتظمت عليه حركة المركبات وصولا إلى المعادي وحلوان. لكن بالنسبة للكورنيش من المظلات إلى منطقة وسط البلد فشهد كثافات مرورية متحركة، ونفس الأمر في الاتجاه المعاكس. نروح معاكم لمحافظة الجيزة، وفي سيولة مرية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية. نفس السيولة موجودة في شارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان. كمان شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات متوسطة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي. يعني معظم شوارع الجيزة تقريبا فيها سيولة مرية ما عدا الشوارع المغلقة بسبب بعض أعمال التطوير. كمان شهد طريق الواحات بعض الكثافات المرورية المتقطعة، حيث انتظمت حركة السيارات أمام القادم من الطريق الدائري وصولا إلى مناطق دريم. ظهرت كثافات متحركة للقادم من أمام مناطق الفردوس وصولا إلى مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي. كمان ظهر التباطؤ في حركة السيارات أمام القادم من مناطق الجيزة وشارع الهرم وصولا إلى حدائق الأهرام ووصلة دريم. نروح لمحافظة الإسماعيلية، هنجد أن طريق عثمان أحمد عثمان الرابط ما بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة سير السيارات. الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرية حتى مبنى المحافظة والجامعة، أما الطرق أو المتجهة إلى الإسماعيلية ففيها سيولة مرية، وخاصة الطريق الصحراوي من القاهرة. لكن طريق الإسماعيلية إزرائيل القادم من الزقازيق في بعض الكثافات المرية لكنها متحركة. نروح معاكم لمحافظة سوهاج، وهنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي فيه سيولة مرورية، كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وفي كثافات مرورية غير مؤثرة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. من جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة العظمى في القاهرة النهاردة 37، وأقل درجة حرارة في مطروح 33، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 44 درجة. كمان في فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بتكون رعدية أحيانا بتصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس لكن بعد الفاصل.